محليا. معايا في هذه اللحظات كابتن احمد ايوب القائل المدير الفني في هذه المباراه. كابتن ايوب برحب بيا وببارك لك طبعا على الفوز النهارده، وحاجه تحسب لك رغم الضغوط الكبيره اللي تعرض ليها النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، 4 مباريات بدون فوز، لكن قدرت ان انت تخرج اللاعبين من هذه الضغوط وقدرت ان انت تفوز في مباراه صعبه جدا رغم اهميتها مع نهايه الموسم على الفريق المصري. الحمد لله، يعني في البدايه بقول الحمد لله، بشكر ربنا، بقول يعني فضله كبير جدا جدا، بشكر اللعيبه واحد واحد، بشكر تام وبهديله الفوز النهارده. احنا بنكمل تعبه وبنكمل شغله، الراجل بقاله سنتين مع الفرقه، عمل كل حاجه معانا، كنا بنساعده، النهارده احنا بنكمل الشغل اللي هو بداه. اقل حاجه النهارده اللي احنا كجهاز وكلعيبه نهديله الفوز ده ونكون مركزين ان احنا نكسب النهارده. بشكر مجلس اداره، بشكر اللعيبه كلهم واحد واحد. النهارده معظم اللعيبه ما بتشاركش، مش موجوده بقى لها فتره، بتلعب لاخر دقيقه وبتقاتل. حضرنا المباراه بشكل كويس، الناس كانت التزام اكتر من 100% 200%، عشان كده ربنا وفقنا الحمد لله. بتلعب فرقه كبيره، فرقه مصر جايه من بطوله افريقيا كسبانه ومتعادله في منتشيه، بيلعب بالفول تيم بتاعه. الحمد لله خطوره النهارده، لان احنا يعني الحمد لله حضرنا لهم بشكل كويس ولعبتنا كانت ملتزمه. وفي النهايه بقول الحمد لله، يعني اخر مباراه لينا مع الفريق، بندي فوز للنادي الاهلي. ان شاء الله الفتره الجايه تكون فتره مليئه لانتصارات النادي الاهلي ان شاء الله. من وجهه نظرك كابتن ايوب، حضرتك احد اعضاء طبعا نجاح النادي الاهلي على مدار موسمين كاملين خلال الفترات السابقه، وفي الحقيقه قدرتوا تحققوا انجازات كبيره جدا للنادي الاهلي ونتائج وارقام قياسيه كمان كبيره طبعا. من وجهه نظرك كنت شايف ايه اسباب تراجع اداء الفريق في اخر 4 مباريات بالتحديد؟ يا جماعه يعني لازم نكون منطقيين ونكون عندنا. انا بسالك السؤال ده عشان توضح للناس، نوضح هو انا اوضح للناس، ولكن كل واحد بيفهم اللي عاوز يفهمه يعني، وانا مش هروح لكل واحد بيته عشان اقول له افهمه يعني. احنا ده شغلنا وبنشتغل فيه وبنقدر قيمه العمل وبنشتغل لاخر لحظه واخر وقت. النادي الاهلي يعني مش سوبر، مش كل حاجه هتكسب يعني. كل فرق كبيره، ريال مدريد وبرشلونه واليوفي والمان سيتي كلهم بيدخلوا في بطولات، بيكسبوا بيخسروا بيبقوا كويسين. النادي الاهلي لازم يكون كده. هو يعني احنا ده اسبانا سنتين بنكسب كل حاجه وبناخد كل حاجه وبنحقق كل حاجه. يمكن الفتره الاخيره عندنا متغيرات محدش للاسف اتكلم، ما كانش في توفيق. لو كان في ممكن نكسب مباراه الاسيوطي، كان ممكن نكسب مباراه الترجي بالهدف اللي ما اتحسبش. حاجات كتير في الكوره بتحصل، ولكن للاسف محدش بيتطرق ليها. انت عاوز تنتقد شخص، عاوز تنتقد نتيجه، عاوز تنتقد اداء لغرض ما، دي بتاعتك انت بقى، انت حر. ولكن انا بقول لك الحمد لله الناس، كل الناس عملت عليها جهاز او يمكن الفتره الاخيره مضغوطين نتيجه التراجع، مش النتائج، وده طبيعي في كره القدم يعني. انت مش سوبر مان زي ما بقول لك يعني. هي المباراه كانت اخيره، وانا كلمت مع اللعيبه وجهزناهم بشكل كويس، نفسنا نكسب اخر مباراه، نسيب بصمه كويسه قبل ما نمشي. اللعيبه وهي كسبانه، والحمد لله الناس كانت ملتزمه وكانت مقدره ده يعني الحمد لله. من خلال مباراة النهاردة شفنا عدد من اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا خلال الفترات السابقة، وفي الحقيقة قدوا مباراة أكثر من رائعة، سواء طبعا محمد شريف، أحمد حمدي، صلاح محسن لما لعب مهاجم. تقييمك إيه بالتحديد ليهم خلال هذه المباراة؟ كلهم لعيبه كويسه. انا قبل المحاضره كنت يعني بتكلم معاهم بقول لهم انتوا النادي الاهلي اكبر نادي في الشرق الاوسط، فطبيعي اللي موجود فيه يبقى احسن لعيب في المكان في البوزيشن، فطبيعي يبقى عندك تعليمات، انت عندك قدرات، طبيعه البات عندك، ولكن القدرات دي المدرب بيوظفها. عنوان النجاح هو الالتزام والتركيز وتنفيذ التعليمات. النهارده الحمد لله الناس كانت مركزه بتنفذ، واقفين زي ما قلنا، زي التعليم قافلين زي ما قلنا، وفي النهايه انت بتعمل كل ده، ووارد توفق ووارد ما توفقش. النهارده توفيق معانا. كيف ترى مستقبل النادي الاهلي خلال الفتره القادمه يا كابتن ايوب؟ النادي الاهلي طول عمره نادي كبير، وطول عمره بيكسب بطولات، وطول عمره عنده نجاحات كبيره. ان شاء الله الناس اللي هتيجي تكمل المسيره، وهنشجعهم وهينجحوا وهيكسبوا بطولات وهيفرحوا وهنفرح معاهم، وده النادي الاهلي. رساله اخيره لجمهور النادي الاهلي، حابب تقول لهم ايه؟ بعد ما عملتوه على مدار سنتين بشكل اكثر من رائع، بشكرهم، بقول لهم كنتوا دايما معانا في كل لحظاتنا الحلوه والوحشه، بتسندونا في الوحشه قبل الحلوه، وان شاء الله مزيدا من الانتصارات الفتره الجايه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. كابتن ايوب بالتوفيق ان شاء الله. لقائنا طبعا مع الكابتن احمد ايوب، طبعا المدرب العام في الجهاز السابق والقائم باعمال المدير في هذه المباراه، واللي في الحقيقه ادى مباراه اكثر من رائعه من الناحيه الفنيه واداره هذه المباراه اليوم. اكيد نتمنى له هو والكابتن حسام البدري والجهاز المعاون باكمل التوفيق خلال المرحله المقبله، وايضا نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال السنوات القادمه، والمزيد والمزيد ان شاء الله من تحقيق البطولات من خلال المشاركات العديده اللي هيشارك فيها النادي الاهلي، ويمكن ابرزها اكيد البطوله الافريقيه، واللي اكيد ان شاء الله هتكون هدف اساسي للجهاز الفني الجديد القادم خلال الفتره المقبله. عوده ليك يا كابتن فاروق.